هذا ما شاء الله تبارك الله عيالها بدن عادي يتحركن ويطلعن وشوي شوي ياكلن على الخفيف. هذا يدور الحليب على طول، ها ينسدح على ظهره يرضى. كل واحد ياخذ فرصته. ما شاء الله تبارك الله، هنا ولاده جديده تونا ننتبه له. هذه اليوم مولده ما شاء الله تبارك الله. غط غط عليها وقف. غط خش. وهذه الحظيره الثانيه بعد تقريبا المولدة هنا هي 5 وفي تقريبا 4 قريب ولادها. هذه من اللي مولداته هنا بعد بالكفر. خلاص غطى هذه ما شاء الله بدأت شوي شوي تحرك، لكن إلى حد الآن وهي مرحلة خوف. هذه صغيرة. يا سبحان الله، احنا مجرد ان شلنا الغطاء هي الان ما تشوف، لكن مجرد ان شلنا الغطاء هي تصور انها الام اللي جت وتبغى ترضعهن حليب. الحين كبار ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هذه بإذن الله ما عليها خوف. أخرتك ما شاء الله. هذا وكذلك تطمنا عليهن أمورهم طيبة. هي بعد وهذه امورها طيبه بعد. حرك شوي. ما شاء الله تبارك الله.